السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذهب المستخدم هل هو يجك أم يجك؟ إيش؟ الذهب المستخدم. أي نعم. الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار أو الذي باق لا يستعمل إلا عند المناسبات كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح. وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة. والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت، يرحمك الله، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونسأل الآن المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كل يقول أنها صاحبة ذهب. ويدلها على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال لها: أتؤدين زكاة ذلك؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. وكذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز؟ قال: إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز. نعم.